بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة في هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا في هذا اليوم الجميل، انطلاقات سن الحجايج 3 كيلومترات 20 شوطا. تتنافس هذه الشعارات الموفقة إن شاء الله. سامي شوطنا خصص للإبكار، السامي في المركز الأول السلطان بن عتيج الصرف بن ثاني الفلاسي، وفي المركز الثاني هناك من الجانب الآخر اللي في المركز الثاني أشوف خيال وخالد بن سالم بن علي الطورشي، وفي المركز الرابع الشبابية سالم بن حمد الخريبيش العويسي، وفي المركز الرابع هناك تساهيل وعلي بن سعيد المزروعي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس أوتار صلاح بن أحمد بن غريب. وسادس المراكز أشوف اللي غير خانة المركز الأول لمعة يحيى بن سلطان الملعاي، وفي المركز السابع شايمة وحميد بن علي بالأخيار الشامسي، وفي المركز الثامن هناك نهج في ثامن مراكز علي بن خميس بن حمد الخذيري، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك ورود خدير بن سعيد بن خدير الاجتبي، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع النداره ايضا حاضره مع السيد عبد الله بن راشد بن سعيد الغافريه الفلاسي. وعاشر المراكز هناك مرموقه ولا شعار بن حلوه شمال بن سعيد بن سالم شمطي الاجتبي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الموفقة هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الموفق. يا سلام يا الملعاي، يا سلام يا الملعاي، يا سلام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي تخدم لمعة يحيى بن سلطان الملعاي الاجتبي. ولكن الشمطي عينه على نقطة ثانية، شهود جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي. ثلاث المراكز هناك أشوف السامي سلطان بن عتيج صرف بالصرف بن ثاني الفناسي، وثالث المراكز ورابع المراكز ورد في المركز ورود خدير بن سعيد بن خدير الاجتبي، وتار مع أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. هكذا مستمعين الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة. يلا يا الشمطي ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ما صال وجال والله هذا الشعار، يا ما صال وجال هذا الشعار، سواء في ميدان الطي أو في الختاميات أو في المهرجانات التي دائما مذكورة ومسماية. هذه المهرجانات الجميلة، هذه المهرجانات المميزة، حشود جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي حاضر مع شودة، ولكن ورود حاضر أيضا متابعة لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الشمطي، ولكن وصلت النتارة وصلت عبد الله بن راشد ايضا بالغافرية حاضر هنا على ارضية هذا الميدان. يلا يا الشمطي اللحظات الاخيرة يا بالغافرية اللحظات الجميلة. هناك شود ايها الاخوة جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي في اللحظات الجميلة، هنا يهاجم النقطة الثانية. سلام جمال بن سعيد بن سالم الشمطي للمرة الثانية، المركز الثالث عبد الله بن راشد بن سعيد بن غفري المركز الثالث، هناك ايها الاخوة المركز الثالث عبد الله بن احمد بن عود الرميثي المركز الرابع، اللي في المركز الرابع على ما ظن شعار الزرعي المركز الخامس عند اللجنة 4:32 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.